بعيد ما قصروا، والاخواننا في الداخليه والبلديه كثر الله خيرهم، ما نبي نزعلهم، نشجعهم. عادت من جديد وبدأوا البنغالية والأسيويين يرجعون ثاني مرة. الحل يمعوا الباجي وعلى أول طيارة. أعطوني التقرير. هذه المهبولة أبو أحمد رجعت مستعمرة. رجعت مستعمرة. ماكو أحد خايف. مين تزايدهم؟ أنا عندي سؤال، يعني ليش عندنا هالبنغالي والأسيوي ما يحترم القانون في هالبلد؟ شو الجرأة اللي تروح الداخلية وقوات خاصة تجمعهم وهم يرجعون ثاني مرة؟ وهم عندي سؤال ثاني، وين الإخوان ربعنا؟ مو الإخوان المسلمين، لا لا، إخوان اللي في البلدية، الموظفين اللي في البلدية وينهم؟ أنا عندي سؤال أبي أحد يجاوبني. البلدية حط لهم قرون بعد، وينهم؟ البلدية وينهم؟ مخالفات في كل مكان، وينهم؟ أين هم؟ ابحثوا عنهم، ومن يجدهم لديهم مكافأة قدرها 1 فلس. طبعا هناك شرفاء، الشرفاء في البلدية كثيرون، كثيرون. آخر تقرير يقولون ما عندنا تلوث في البحر،